وصلي بكل شيء يصير تحسب من هذا الوقت. في هيك حالة أنا كنت رئيس شعبة بحلب بعد وفاة البائع، ولتاكو دعاني يتم اللجوء إلى أدلة ضعيفة. أمين نطلع في قرار موحد وأساسه يصير في تعميم. النقطة الثانية اللي هي موضوع نحن بنتقبل بكل صدر رحب أي ملاحظة بيردنا من أمانة السجن المدني. عبد الرزاق رزوق مدير الإدارة العامة للشؤون المدنية، قمنا اليوم بهذه الورشة بعنوان معا لبناء رؤية موحدة لعمل السجل المدني، تضافر من أجل تضافر الجهود بين القضاء والسجل المدني والشرطة الحرة والمجالس المحلية، وذلك من أجل تقديم هذه الخدمة على بالشكل الأمثل والأفضل للمواطن في المناطق المحررة. لا شك العلاقة بين القضاء والسجل المدني والشرطة هي علاقة جلالية. محمد درويش مدير السجل المدني معركة العمان لهذه المشكلة. أحمد زهر مكتب وفدية وأد إسماعيل مكتب وفدية العمان. إبراهيم أنا عارف أن الأمطار ولكن لا زيادة. أنا أعتقد أن الورشة السابقة